في اطار خطه الدوله لتوفير الاكسجين لجميع المستشفيات المصريه ياتي تدشين المصنعين الجديدين لانتاج الغازات الطبيه بمجمع مصانع شركه النصر للصناعات الوسيطه بالمنطقه الصناعيه بابو رواش بمحافظه الجيزه وتعتبر شركه النصر للكيماويات الوسيطه شركه رائده في صناعه الكيماويه والاسمده وهي اقدم واكبر شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه شريان جديد من شرايين التنمية على أرض مصر، مجمع مصانع شركة النصر للصناعات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، المجمع يعتبر أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة، أُنشئ عام 1972 ويضم 21 مصنعاً على مساحة نحو 250 فداناً، وفي إطار عجلة التطوير يشهد المجمع تدشين مصنع جديدين لإنتاج الغازات الطبية في إطار خطة الدولة لتوفير الأكسجين لكافة المستشفيات المصرية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط ويعمل بالشركة أكثر من خمسة آلاف عامل ومهندس من شباب الخريجين من جميع محافظات الجمهورية بخلاف أكثر من عشرين ألف فرصة عمل غير مباشرة وتقوم شركة النصر للكيماويات الوسيطة بإمداد شركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى شركات قطاع البترول والشركات الصناعية الكبرى باحتياجاتها من الغازات المختلفة.